فدي يوم النبي نوح عليه السلام مر على امرأة جالسة على قبر ابنها وده تبكي عليها، فسلم عليها قالت وعليك السلام يا نبي الله، قال أراك جالسة عند قبر ولدك تبكي؟ هي من الثلة المؤمنة التي آمنت بنوح عليه السلام. قالت نعم أبكي لولدي يا نبي الله، لأن ولدي رحل عن الدنيا وعمره صغير، عمره صغير. قال كم عمره؟ قالت 300 سنة. عمرك 300 سنة وتعتبر أنه صغير رحل عن الدنيا؟ قال يا أمة الله كيف بك إذا رأيت أقواما لا يعمرون إلا إلى 60؟ قالت أو يكون ذلك يا نبي الله؟ قال بلى يكون، أكو أمة من الأمم ما يعمروا للـ60، أقصى عمر يوصلوا له إذا رادوا يوصلون. قالت أو يفعلون المعاصي هؤلاء؟ قال بلى، همهم الدنيا، يسهرون ويبحثون عن الدنيا والمال. قالت أو يعيشون في خيام أم يبنون بيوت؟ يعني ده تقول له هو عمره كله 60 سنة، هذا يلحق يبني له بيت لو يقعد بخيمة؟ قال لها لا، هؤلاء يعمرون القصور ويتركوها لغيرهم. قالت سبحان الله، لو عشت كما عاشوا هؤلاء لما قمت عن سجادتي أعبد الله وأسجد لله.